واستخدمها لما يرضي الله عز وجل، ونحرص إخوة الإسلام على أن نبدأ يومنا بشكر الله تبارك وتعالى على نعمه، وأن نتفكر في العمل اليومي الصغيرة والكبيرة، وأن نتذكر قول الكتاب عن نعمه كثيرة بشكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ويجعلنا من الشاكرين والمتذكرين له. اللهم أكبر، الله أكبر.